أنا أتكلم عن موضوع رسم الحدود في العلاقات عشان العلاقات اللي بيننا وبين الناس تكون سليمة، وعلشان العلاقات تثمر وتظل فترة أطول في حياتنا، وعشان ما نرد نعيد نفس الأخطاء مرة بعد مرة بعد مرة مع وايد ناس إحنا نبي نحتفظ فيهم. أحيان كثيرة يكون عدم وجود هذول الناس في حياتنا سبب واحد بس، إن إحنا ما عرفنا شلون إن إحنا نرسم حدود. بس الشيء اللي أنا تفاجأت فيه إحنا لازم نرسم حدود مع نفسنا بالدرجة الأولى قبل لا نرسم الحدود مع الناس اللي برا. الحدود هي عادة تسمى بالجسر الآمن اللي ينقل الذات المجروحة من المكان المتفرتك اللي هي قاعدة فيه إلى المكان الآمن. فلما ننتقل من هذه الأرض ونروح الأرض الثانية، إحنا عبارة عن إن إحنا شافينا روحنا المجروحة وحميناها من إن هي تستخدم الأساليب والوسائل والطرق اللي كانت مستخدمة قبل علشان تداوي وتحمي نفسها من الآلام اللي ممكن إن هي تحصل لها في العلاقات بشكل عام يعني. فإحنا عادة نستخدم أداة الجرح عشان نحمي نفسنا من إن إحنا ننجرح. فبمجرد ما إن إحنا نحمي نفسنا وننتقل حق هذه المنطقة الآمنة، الطفل الصغير في هذه الفترة راح يتنازل عن أدواته لأنه هو راح يحس بالأمان. ببساطة الحدود هي عبارة عن شيء واحد، إن إحنا نعرف متى نقول لا وشلون نقول لا في أي علاقة من العلاقات. إن الحدود شيء جميل وإحنا أساساً ما تعلمنا عليه ولا أحد علمنا شلون إن إحنا نقدر نتصرف أو نتعامل مع الناس، يعني إحنا تعلمنا بس شلون ننهان ونسكت لأن الطيب ما يتكلم. فأهم شيء إحنا نعرفه إن الحدود في البداية لازم الشخص يحط حدود حق نفسه قبل لا يحط حدود بينه وبين الناس. وإذا أتقننا عملية إن إحنا نحط حد بيننا وبين أنفسنا وما نتعدى هذه الحدود، راح يكون علينا بسهولة جدا إن إحنا نرسم الحدود الثانية ببساطة جدا. كلمة الحدود هي إن إحنا نبتدي نتعلم متى نقول لا بدون أي إحساس أو شعور بالذنب اتجاهنا عشان اللي قدامنا شنو يفكر أو اللي قدامنا شنو يحس فيه. تقييم الحدود بيننا وبين هذول الناس هو عبارة عن الجسر الآمن اللي راح ينقلنا من المنطقة اللي إحنا قاعدين فيها إلى المنطقة اللي راح نحس فيها بالأمان، بحيث إن الطفل أول شيء يرميه الأدوات الجارحة اللي يستخدمها في انتقامه حق نفسه أو مثل ما قالت مناير شلون انتقم من النرجسي. راح أبسط لكم السالفة إن لما تي ترسمين حد شلون يا ربي أنا أرسم حد؟ في الشعور لما أي أحد مثلاً يقول لك إنه إيش خلنا نطلع الحين؟ أنتي بداخلك تقولين ولين أنا ما لي خلق أطلع اليوم، أو إيش خلنا ناكل في هذا المطعم الفلاني، وأنت تقولين يا ربي أنا ما أحب هذا الأكل. بس شنو تسوين؟ تين تقولين على بنك أنتي ما تبين تكسرين بخاطر الشخص اللي عزمك، تين تقولين ما خالف. فالحدود هي شفت الصوت اللي تسمعينه بينك وبين نفسك، الصوت اللي انت تقولينه حق عمرك انه مالي خلق، انا اليوم تعبانه، انا اليوم عندي اشياء مهمه، عندي اشياء اهم، انا بسوي كذي، وانا ما احب هالمطعم، او انا ما احب هالمكان، او انا ما احب اطلع هالحزه، او انا ما احب اقوم الصبح. نفس هذا الصوت بدال لا يصير بينك وبين نفسك، مسكي المايك وقولي حق الشخص اللي قدامك نفس هذا الكلام، يعني امشي خلينا نروح ناكل تشاينيز، مشكورة على العزيمة بس أنا ما أحب التشاينيز. مو بس كذي، النقطة الأهم إن أنت لازم ما تحسين بالذنب اتجاه شنو هذا الشخص ممكن إنه هو يفكر إذا أنت قلتي لأ. لأن إذا أنت تبين تحمين حدود هذا الإنسان وما تبين تردينه من باب أولى إنك أنت تحمين حدك، ومن الأسباب اللي تخلي العلاقات تستمر أكثر وأكثر وهذا عن تجربة، ان انت تكوني فاهمه روحك وتكوني مفهمه الشخص اللي قدامك، ان انت عادي تعبرين عن نفسك وعادي تقولين لا لا بدون لوم، مو لا مع ان اقصد انه يعني انا اقول له لا وكله منك وانت ما تعرف تختار، لا ثانك يو على العزيمه بس انا هذا الشيء ما يعجبني. يعني حتى لو تكون هذه الانسانه تكون عازمتك مثلا 15 مره، اوكي 15 مره عازمتك، ويصدف ان انت في كل مره لما هي تي تعزمك
انت تقولي لها لا. فجينا الحين حق المره 16 هذه، شو تقولين بينك وبين نفسك؟ يا ربي انا صار لي 15 مره هذه الانسانه عازمتني، مره عزمتني على عرس، ومره عزمتني على كوفي، ومره عزمتني على الغداء عندها في البيت، ومره عزمتني على طلعه، ومره عزمتني على سينما، ومره عزمتني على عشاء، ومره عزمتني على ان نروح انا وياها نتمشى على نادي، على صالون، على سبا، ان شاء الله مليون شيء تتكلم فيه هذه البنيه. ليش تعزم؟ من الحب او من تبي التقارب، حابه هذه الانسانه، حابه هذه الشخصيه. فمو علشان ان هي طلبتك 15 مره وانت في كل مره قلتي لا، انت هالمره بتروحين. لازم توضحين لها صريح العبارة ان انا احب اطلع معاك وانا ودي اني انا اقدر اطلع معاك، بس للاسف انت ما قاعد تختارين الوقت اللي يناسب لي. ايش رايك مره ثانيه انا وياك نحدد مسبقا مكان والزمان والتوقيت اللي احنا بنقعد فيه؟ الناس اللي طاقتهم مخيفة حتى بتطلع عادي تقولين ما بي. احنا لازم نرسم نوعين، نرسم حدودنا الخارجيه، ولازم نقوي من عضله الحدود اللي احنا الحين اللي احنا كلش ما استخدمناها او كلش ما عرفنا شلون ان احنا نوظفها لصالحنا. فالحدود القويه انك انت تكرمين نفسك، يعني انت توقفين حق روحك. والحدود الخارجيه ان احنا في كل مره احد يدش داخل حدودنا يكون عندنا القوه والقدره والسرعه والبديهه ان احنا نعرف نوقف حق نفسنا ونساعد اعمارنا. الحدود الخارجية شنو وظيفتها؟ ان هي تمنع الناس اللي برا من ان هم يدشون داخل حدودنا. في ناس يأخذون الافضلية والاحقية ان هم يتحكمون في حياتك، او انهم يقولوا لك سوي او انت لا تسوين، من باب الود ومن باب المحبة. انسانة كنت انا اعرفها من زمان، يعني من زمان وايد، وهي كلش ما كانت تتكلم معاي، كانت علاقتنا فقط بالتواصل الاجتماعي. هذه البنت قررت لأنها شافت صورة أنا حطتها في الانستغرام إن هي تنصحني. شنو تنصحني؟ شنو تقول لي؟ تقول لي إن أنا أحبك، لاحظوا الكلام، وأنا أدري إن أنا مو من حقي إني أنا أقول لك الكلام اللي أنا بقوله، بس بقوله. إنزين، أنا وأنا قاعد أقرأ المسج قاعد أقول يعني أنت تدرين إن أنت مو من حقك. إنزين ليش؟ وتدرينش أنت ما لازم تقولين. إنزين ليش تقولين؟ أيضا لما نرسم الحدود نعرف ان احنا هذا حدنا وهذه حدودنا، ما نخلي احد يدخل في حدودنا، وبنفس الوقت ما نرضى على انفسنا ان احنا ندش في حدود احد. انا ما عندي صراحة اقول لا، يعني ما تقولين لا، لا تعلمين اليوم، لازم تتعلمين من اليوم تبتدين تمارسين. لازم تعرفين ان هي نفس العضلة، كل ما مارستيها زيادة وكل ما يعني انت سويتي وخطأتي سويتي واخطأتي اوكي راح تقدرين تسوي، لان العضله مترهله صراحه اذا مو ميته. عندنا احنا كلنا عندنا العيب والفشله ويصير وما يصير وخالف وضحي علشان هذا غلط، وراح تعرفين شنو هو شلون هو ياثر في حياتك. كلمه لا مراضيه تطلع، حاولي انت، لان قبل كنتي حبيبتي ما تعرفين ولا احد علمك. وراح اقول لك الحين شلون الرابط بين الطفل الداخلي وبين ان احنا ما نقول لا في حياتنا، ان هذا الشيء مو وليد الله، هذه الشغله من زمان، هذه الشغله من زمان احنا تربينا عليها. شلون اذا كانت خاله او عمه او ام الريل عادي. فالحدود الداخليه هي عباره عن مواثيق وعقود انت تعقدينها بينك وبين نفسك. يعني انت ما تين تمسكين مايك وتروحين تقولين حق الاوادم انا من اليوم وطالع اللي يدوس لي على طرف راح يسوي فيه كيت كيت كيت، او اللي يطلع وما يعلمني لا. مثلا تقول انا ما راح اروح مع رفيشتي حق المكان الفلاني لان بيئه هذا المكان ما تعجبني. يعني تمسكين ورقه وقلم وتحطين لسته، يتقبلون ما يتقبلون، راح اعلمكم شلون راح اخليهم يتقبلون وهم يضحكون، عشان تعرفون شنو المسموح وشنو الممنوع عندكم، عشان ما تحوشكم هذا ابوي انا ما فكرت، انا ما عرفت هالشيء، انا تفاجأت، انا اضطريت اقول ايه واستحي اقول لا. نمسك ورقه وقلم ونكتب الاشياء اللي احنا ما نبيها تحصل في حياتنا، عشان بعدين لما نتحصل لنا فجاه الا احنا نكون مسبقا محددينها. مثلا من الحدود اللي انا احطها حق نفسي اني انا اوعد نفسي اني ما اتنرفز،
واني انا اوعد نفسي اني انا ما اصرخ، واوعد نفسي اني انا ما اغلط على احد، واوعد نفسي ان اذا احد سبني ما ارجع اسبه، لان انا هذه حدودي انا ما ابي اتعداها. من المواثيق والعقود اللي بكتبها مع نفسي اني انا ابي اكون صريحه مع نفسي، ما اكذب على روحي وما اقص على نفسي، ان لما انا احس ان انا ما ابي اروح، يعني انا ما ابي اروح، ما اقول ها هذا الشعور صدقي ولا كذبي يصير اسويه، ولا كنا مو مستاهله اقول لا راح ادش بايد في مشاكل. من الحدود اللي انا احب ارسمها حق نفسي اني انا اقول ما راح اتحمل الضغط من اي احد ايا كان، ما راح اخلي اي احد يستخدم اي وسيله من الوسائل القديمه عشان يعصبني او يضغط علي او ياخذ اللي هو يبيه مني او يبتزني. صار لي اسبوعين ادرب نفسي ما اعصب وايد، برامو كملي. الحدود اللي احطها بيني وبين نفسي اقول مثلا انا راح ابطل تدخين، او انا راح اروح الجيم لان جسمي مو عاجبني راح التزم اني اروح يومين، او اني انا مثلا ما راح اكل الاكل العاطفي، اقرر اغير اللايف ستايل مالي. هذا من الحدود اللي بيني وبين نفسي. يعني انا اشوف وايد بنات انه بيسوون رجيم مثلا، اوكي يوم بس احنا من يوم السبت رجيم، او مثلا اي احد يقول لها تفضلي الكيك فضلت لي كيكه، تقول لا انا ما اقدر اسوي دايت. زي مو لازم يعرف انك انت مسوي دايت، هذا شيء بينك وبين نفسك بس، الناس الباقي ما لهم دخل. من اهم الحدود اللي انا ارسمها بيني وبين الناس اني انا اي اقول حق نفسي اذا انا حسيت اني انا مريضه واحتاج معالج نفسي واحتاج شخص يداويني، اوكي اروح اقعد اروح حق شخص يبدا يداويني يعالج امراضي، مو اذا انا تعبانه وانا متضايقه نفسيا اروح سينما او اروح ازور رفيجاتي او اروح اقعد مع الناس اللي انا يضحكوني وينسوني. يعني وايد ناس وانا صراحه كنت منهم لما نيت ارسم حدودي كنت اشوف الناس الثانيه شنو الحدود مالتها وابتدي اسوي كوبي بيست، فلان شلون يحط حدود حق نفسه، فلان شلون تصرف في موقف من هذه المواقف، شلون اخذ ردود الفعل القويه، واو اللي قدامه خاف فابتدي اقول اوه انا لازم كذي اسوي. سويت كوبي بيست حق الحياة مالته هو، حق تجاربه وتجارب الشخص اللي قدامه. لا، كل واحد يرسم حدوده الشخصية وكل واحدة ترسم حدودها الشخصية بينها وبين نفسها بناء على ايش بتشوف، ايش متحد، ايش مود. الحدود الخارجية هذه ثاني اهم نقطة في الكتاب. متى نقدر نرسم حدود خارجية سليمة؟ لما نحن نكون واضحين مع نفسنا قدام الشخص الثاني ان احنا فعلا نبي هذا الحد بيننا وبينك. في البدايه لما تيجون تحطون حدود بينكم وبينهم ما راح يستوعبون وما راح يعرفون شلون يتصرفون، راح يعني راح يستغربون هذه مصجها، هذه تقشمر، شي مينت ولا لا. الرفجات على بنا هما بينهم وبين بعض علاقه قويه يتصرفون تصرفات ما لها معنى. فانا بعطي مثال وما راح اعمم وانتم حاولوا تفهمونه بذكاء، ما فيها شيء تقولي لها انا اضايق او انا ما ارتاح لما تجربين يمي وايد. خلي مجال بيني وبينك، انا ما ارتاح، انا اللي ما ارتاح، مو انت ايش تبين، انا ما يعجبني هذا الوقت، تبي منك فلوس وانت ما تبين تعطيني، يعني انت خاشه المبلغ اللي بحسابك حق شيء مهم تبين انت تسوينه، او انت عندك سفره وهي تدري ان انت عندك سيفينج اكاونت لان انت عندك اماني وعندك طموحات تبين تحققين. هذا شعورك اول شيء. شنو تحسون لما احد يقول لكم انه يدري انه هو عندكم فلوس او اعطيني سيارتك بسوقها؟ تأنيب ضمير غيره؟ تأنيب ضمير ليش لولو؟ انحرج احراج؟ استحي ما اعطيها شويه استغلال منها؟ هو مو هو ممكن هذا الشعور المغلف الخارجي عشان ما أبا أعطيها، ممكن تكون عندي أسبابي بعطيها. Oh my god no good، أنا عبالهم قاعدة على كنز. إيه صح صح، عيش والملح ما يعني لا يفسد للود قضية، لما يعني أنا مو على بالنا أنا في بيني وبين الثاني عيش وملح لازم أنا تكون رقبتي سدادة، يعني رقبتي سدادة بالفائض اللي أنا أبي، الفائض اللي أنا أبي أتبرع فيه يعني وأبي أطلعه، بس ممكن يكون عندي فائض أنا أبيه لأن أنا عندي التزامات. هذا الشعور شعور الارتباك، فتقدرين تقولي لها أبي أنا ترى ارتبكت
ما توقعت ليش انت تسأليني، او احس اني انا مرتبكه، انا ما ادري شنو اقول لك، يعني انا ودي اعطيك. لا يزعلون، احنا الحين راح نتعلم ان هم يزعلون واحنا نحبهم، وعادي عندنا انهم يزعلون. مو يزعلون وبطل قاعد، مو حاطه مشاريعك ومخططاتك انك تبين تسلفين احد، ما تسلفين. حتى لو اللي قدامك هذه ملاهي، انت تشوفين يصير ولا ما يصير، حظي ولا ما حظي، انت ما يصيبين، وبناء على تقديمك انت وعطاءاتك تشوفين شلون الرد معاك، تشوفين اذا بالله هذا قاعد يسوي لك تيست هالمره يعطيك وبعدين يسحب عليك، هالمره يطلب منك مبلغ صغير وبعدين يكبر المبلغ ويرده، ويكبر المبلغ ويرده، لما ياخذ هنشه منك مبلغ كبير بعدين يسحب عليك. فانا اقول لها ابي انا ارتبكت، ابي انا ارتبكت. متوقعة انك انت ممكن تسأليني هذا السؤال، فما اقدر اجاوبك الحين، ما نعرف شنو اولوياتنا، نفكر تعرف شنو بيقول انا ايه، احنا نفكر ان هذا شلون راح شلون راح يتأثر منا، احنا نفكر بالذنب، نفكر بالعار، نفكر يعني احنا نخاف نخسره، احنا نخاف نخسر الصداقة، لان نفس الاخت اللي قالت مساعة في بيني وبينها عيش وملح، فالعيش وملح معناتها انها لازم توكلني زلط، لا العيش وملح هي مشكورة، انا سألني انا اكل عيش وملح منك لاني انا انسانه زينه وانا انسانه استحق، اوكي، وانت سويت اللي انا ما طلبت منك تاكلين عيش وملح، بكل حب وكل وفاء، وانا موجوده اساعدك في الاوقات اللي انا اقدر اساعدك فيها. هذا شيء صار معاي بس مو مع صديقتي، عادي ممكن اخوانك خواتك اهلك. مثال ثالث، ان على بنا قشمره ومره سلفت وظليت الحق وراه غصب ردهم، حمدي ربك في ناس ما رد لهم شيء. سمعي الكلام وراح تعرفين ان الحدود هي احد وسائل او ادوات رفع الاستحقاق. على بالنا ان احنا صديقات وايد مثلا انت تقول لك والله الصراحه يعني انت يعني خشمك كبير. يعني لا تزعلين، يعني انا اول مره شفتك انتبهت قلت الا هذا خشم ولا مكيف مثلا. من باب ان هي تبي لك الخير، يعني انت تقول لك ليش ما تسوين عمليه حق خشمك تستقرينه، ابي انت من راح ياخذك، من راح يتزوجك، شكلك مو حلو بالصور. فلما تيجي تقول لك هذا الكلام ما تقولي لها احترمي نفسك يا قليله الادب يلي فعله يلي تركه، قولي لها ترى انا اتضايق من الكلام اللي انت تقولينه، انت حتى لو انت صديقتي انا بعد عندي احساس ومشاعر، وانا ما احب اني اسمع منك هالكلمه مره ثانيه. الحين راح نتكلم من ناحيه ان اذا احنا نبي نعبر لهم عن مشاعرنا ان احنا خلصين، فعادي تقول لها انا يعني سويت لك خدمه سواء طلبتيها او ما طلبتيها وكفت ووفت معاك، عادي تقول لها ترى انا احس بالامان معاك، انا احبك، انا احسك قريبه مني، انا وايد ارتاح معاك. هذا احد رسم الحدود على فكره، هذا مو اطراء، انا وايد مرتاحه وشاكرت لك انك انت موجوده في حياتي، انا وايد سعيده انك انت موجوده في حياتي. انا هذه الكلمه وايد اقولها حق كل الناس اللي صدق انا احس اتجاههم اني انا فرحانه انهم موجودين في حياتي. سكرت الجوال وما رديتي عليها يا نوف، هذه احد وسائل الطفل المجروح، راح اقول لك ليش اللي سويته، لان انت يا قلبي تعودتي على الترك، فهذا سلاح انت تستخدمينه عشان تحمين نفسك. المعاد اللي صدق قمه التلاعب، اذا تحبيني سوي شيء، اذا تحبني جيب لي هديه عيد ميلاد، اذا تحبني سلم علي. هذه اكثر وسيله يتلاعبون فيها معنا او احنا نتلاعب فيها مع الناس من غير لا ندري. انا خالتك، انا عمتك، انا جدتك، انا امك، ما ارضى عليك، ايش حق ما ترضي عليك؟ انت مو موجوده في حياتي عشان ما ترضي علي، انت موجوده في الحياه عشان تباركيني. فهذا لا تصدمنها مع اليهال، اذا تحبني اكل، اذا تبيني احبك اكل، اذا تبيني ما ازعل سو كذا، لا اي عشان خاطري صح. فتردون عليهم تقدرين تقولين لها انا احبك وما فرضت رايي عليك، واحترمت ان انت لك قرار غير قراري. ليش انا عشان اثبت لك اني انا احبك لازم انا ادوس على نفسي؟ انا ما ابي، انا ما قلت لك انت قصبا عليك تسوي هالشيء علشان خاطري، انا قط مره قلت لك هالكلام ولا مره قلت لك، فانت بعد لو سمحتي احترمي حدودي ولا تطلبي مني شيء انا ما ابي. الحب اللي بيني وبينك او الحب اللي بيني وبينك نهائيا ما يتعلق بهذا الموضوع. وبعدين تردين عليها وتقولين لها انا كل مره انت تقولين فيها لا انا احترم قرارك واحترم رايك، ليش انا لما اقول لا تقوم القيامه؟ خلاص انت كل مره تقولين فيها لا انا راح اقبل، وانا كل مره اقول فيها لا ابي منك ان اشتقبلين او لازم ان اشتقبلين.
انت كل ما صارت حدودك قويه وانت تراجعينها مع نفسك بصفه دوريه، كل ما صار الرد بديهي، كل ما صار الرد بدون محاتات، بدون خوف، بدون تشكك، بدون تردد. فيقول لكم الناس اللي اساسا يخافون من انهم يسوون حدود بينهم وبين الناس، يخافون من شيئين، يا اما اللي قدامهم لسانه طويل او شخصيته قويه فيقول ولي هذا من يقدر يقول لا، او هذا من يقدر يرده، او هذا من يقدر يعلمه، او هذا من يقدر يوقف بويها. فنقوم لان احنا نخاف من الصراع معه، نقول نرضى ونقول ايه. شلون تشوفينا سخيف حطيتي في مثلا قلنا العقود والمواثيق اللي تكتبينها بينك وبين نفسك، هل راح تتحملين الكلام السخيف؟ يعني هذا الكلام السخيف إساءة عادي عندك؟ وين ترسيم الحدود؟ انك تحطين حدود حق نفسك، انت ما حاطه حدود قبل، الحين عقب هذا اللايف تبتدين تحطين حدود، اقبل في كذي وما اقبل في كذي. الاخ كبير مشكله عايش دور الابو، لا يعيش دور الابو على عياله. انت مو نيرس وانت مو سياره الاسعاف والممرضه اللي تبي تنقذ الجميع. يعني اختي انا ما ارضى عليها اوكي، بس يعني انا اشوف هي شنو ردت فعلها، يعني هل اشتكت؟ هل قالت لك يعني ان انا ما ابي؟ ولا قالت ودي وما اعرف؟ نو ما تشكي حتى ما تلاحظ الموقف. اوكي خلاص، انت ايش حقه، انت ايش حقه، وانت وايد حساسه، انت من اللي مأذيك قبل وانت صغيره؟ زين. وفي ناس يخافون يقولون لا، لانهم يخافون من الرفض، يخافون ينرفضون، انهم ينتهون من حياه الناس، يطلعونهم برا حياتهم. فانا لا يبا، ايش حقه انا اطلع هالبنيه من حياتي عشان بقول لها لا؟ لا، ما بدخلوني اسوي اللي هي تبيه عشان هي تظل معي في حياتي. في ناس ثانيين او الفئه الثالثه يخافون يقولون لا، يخافون على مشاعر الطرف الثاني، يفكرون بالطرف الثاني شلون يحس وشلون يشعر، وهذا اهم شيء بالنسبه لهم. ان لما ما انطي يزعلون ينسون اللي سويته، بس انا بعد ما انطي فلوس سلف، بس خلاص انت هذا يمكن يصير، خلاص انت هذا قرارك، حدودك الشخصيه، انت حره كيفك، مو مجبوره، مو على بالنا عندك فلوس لازم تسلفين. يعني الناس اللي يقولون ان احنا عادي نقعد بدون حدود، اصلا احنا ما نعرف، عادي نتقبل. نفس ما قلت لك الكلمه، وزع الحق على كل شيء. هذول الناس هم اللي يعانون من الحدود. يعني الحدود تضايق، لان الحدود تضايقك انت نوف اكثر ما تضايقهم. ايش رايك؟ هذه الحدود تضايقك انت ما تضايقهم. لما تين تمارسين عليهم الحدود انت اللي تضايقين، ترى ممكن تجيبينهم اياها بطريقه هم ما يحسون انك انت حاطه حد. ففي كل مره يا بنات ما تبون شيء، كل مره ما تبون تسوون شيء، كل مره ما تحبون احد، كل مره مو بعازه حق هالشيء، قولوا لا بالفم المليان. بس قولوا لا، لا تقولي لا لأني ما أبي، لأني ما أحب، لا، بدون تفسير وتبرير، لا ونقطة. الحين إحنا نبي نتكلم عن العلاقات المتعوب عليها. غالباً العلاقات دائماً شلون تثمر؟ العلاقات تثمر بالعطاء، بالتضحيات، أو أحد التضحيات، بالعطاء، بالتقارب، بالوصل، بالعمل على أن إحنا نكبر هذه العلاقة. أنت الحين لما أنتين تقررين أنك أنتي تستحيل تقولين حق الناس اللي انت تحبينهم وهم يحبون وتشوفي بينك وبينهم ميانة، لا ابي هذا شلون اقول لهم؟ لا ابي هذه فشله، ابي هذا شيء ما يصير. تعرفون يا بنات يا حلوين، ان اهم مره تمارسون فيها الحدود مع احد او مع الناس اللي انتم تحبونهم، لان تاكدوا ان الحدود راح تخلي هذه العلاقه تثمر وتستمر لابعد الحدود، اخر مدى، لاخر مدى. لما انت تتحملين مره مرتين ثلاث اربع خمس ست، تبدين تقولها اوه ترى انا سابره وساكته عليك صار لي مده، وانا ساكته صار لي مده، وتنفجرين وتكسرين الدنيا، واحنا ما نبي هالشيء. كان ممكن انك انت تسيفين الواقع هذا كله المرير بانك من اول مره تقولي لها لا. اعطيكم مثال، ليش بالوظيفه ما في احد يتجاوز حدوده؟ ان في عقد مسموح وممنوع، وفي قائمه جزاءات، في بنود التجاوزات، في بنود العقوبات، في خصم اسبوع، خصم يوم، فصل نهائي، خصم راتب، ما يقدرون لان في عقود وفي جزاءات بالبدايه. لكن احنا في وفي انذار، وفي انذار كلي. لكن احنا في العلاقات للاسف ندش بحري، يلا نركب المركب وين ما يودينا، عاد الموي يمين يمين، ننزل درفت ونطيح، يسار يسار، المركب مضبوب، يغرقوننا الناس اللي احنا مراكبين معاهم. ف
فمن اليوم وطالع يا بنات احنا الحين كلنا كبار، احنا الحين كلنا كبار وفاهمين صير وين ما نروح نروح واحنا معاكم بالحلوه والمره، هذا ماكو، لان احنا بصراحه مو مسؤولين ان احنا نتحمل اذيه او نشيل هم ناس ثاني. احنا دائما نخترق، للاسف نخترق حدودنا عشان خاطر الناس الثانيه، يعني بشكل مثل. المهم تهم انا بس لو عارف اتكلم والله يا راح اسوي كذي. ما تقولين حق نفسك كذي، تقولين حق نفسك انه اوكي توقفين وقفه مع نفسك. هذه الحدود، حدود توقفين وقفه مع نفسك، انك انت من اليوم وطالع اي احد انه هو يتجاوز او يقول لك كلام مو حلو او كل، خلاص حط العهد. احنا مو قلنا ان الحدود الشخصيه عباره عن مواثيق؟ حطي اني انا من اليوم وطالع اي احد يتصرف معاي راح اخذ حقي منه، مثلا بالقانون او بالحق، بس باسلوب صحيح. زين، احد اسباب او احد طرق تجاوز الحدود الشخصيه مالتنا ان احنا لما نقول بلسان اي واحنا بالاساس نقول لا، وما احترمنا حدودنا الشخصيه. تمام، فيقول لك ان انت كل مره تقولين لا بصيغه اي، انت بهذه الفتره قاعده تستبيحين انت حدودك مو هما، انت قاعده تستبيحين حدودك وانت اللي قاعد تضيقين نفسك، وانت اللي راح تردين بالتانيب والحسره تفول بحياتك. مو علشان هما يكونون سعيدين احنا نتمسخر، مو علشان هم يكونوا مرتاحين احنا نتمسخر، ومو علشان العلاقه اللي بيني وبينهم تقوم احنا ننفذ اوامرهم. انتوا قيسوا هذا الموضوع على كل امور حياتكم، اي احد يجبركم وانتوا تحسون انكم بتقولون لا بس مجبورين بتقولون اي، تذكروا الهم والغم اللي انتوا راح تشيلونه، والفرح والسعاده والسرور والاناسه وسعه الصدر اللي راح ياخذها غيركم. في كل مره انت ما تقولين لا، انت قاعده تنقصين من قوتك وجدارتك، قاعدة تزيدين ضعف على ضعفك وتزيدين قوة على قوة الناس الثانيين كل مرة بدون استثناء. ما هي على حساب نفسك أبدا، ولا تفرضين نفسك على أحد، هذا حدود. هذا الموضوع حق عيالكم، حق أمهاتكم، حق أخوانكم، حق أزواجكم، حق حياتكم بعدين. تخيلوا كل مرة يجينا واحد ويقول راسي يعورني، يعني أي طفل يقول لك ماما بطني يعورني، وقسيها على نفسك، ماما راسي يعورني ما بروح المدرسة باكر، انا متألم، ماما ما بياكل دياي، بياكل سمك، ماما ما بياكل الحين بتاتا، ماما انا يوعان توك متعشي، ماكو شيء اسمه يوعان، بس انا يوعان والله يوعان، بس هل انت نتنان ما لازم تاكل. او حق الناس اللي عيالهم ضعاف تحطين الاكل، الصحن ينشال مثل ما يقول لك انا شبعان، تقول لا اكل، بس انا شبعان، ماما شبعان اكل، لما تقولي له انت راح تروح المدرسه او روح نام الطيب او اكل حلاوه الطيب، او اذا سمعت كلامي راح يروح العوار، او انا اوديك الجمعيه عشان الطيب. تدرين انت قاعد تكسرين حدوده، قاعد تكسرين الاسوار اللي بينك وبينه. فهو لما يقول لك انا ما ابي او انا ما احب او انا ما يعجبني، وانت تقولي لا انت ما تعرف مصلحتك، قاعده تعلمينه انك انت انسان مالك راي وانسان مالك كلمه وانسان مالك، انت حجفتك اساسا ما لها قيمه. هذا بقى لا عاد شو اسوي اذا قال هيك اشياء؟ خليه ما يبي ياكل لا تاكل، لما يوع راح ياكل، ما في احد راح يموت من اليوع، لا ياكل، ابتدي وياه لما تيوع اكل. اوكي اذا تحتاج تاكل قول، هذا الامهات الاكل الحين اللي ما يتغدى معانا على سفره الغداء ما راح ياكل لقمه بحلجه لين العشاء. ايش دعوه؟ شو وين قاعدين احنا؟ فلما تكرر هذا الكلام مع الطفل يصير عنده عادي وعاده ان الناس تتعدى حدوده. من الناس ان اهم اثنين في حياتي اللي هم امي وابوي ما سمعوا كلامي لما انا كنت اقول لهم لا. زين، فيعني الام والابو هم اللي يجهزون مسرح الشك في حياه الولد. لما نقول لك شبعان تشككينه، لما نقول لك بطني عورني نقول لا بعد شوي يروح. فهو ما يصدق نفسه، ما يصدق احساسه، ما يبتدي، ما يقدر، ما راح يعرف يختار حق روحه، لان احنا هو كان كل مره يختار، كل مره كان يختار كنا نشككه باختياراته.
كنا نقول له لا انت الغلطان، احنا الصح، احنا الاكبر، احنا الاول. مسكين يا بعد عمري، هو اللي يحس يعني، هو بطنه اللي يشبع، راسه اللي يعوره. الا المرض ما حد يحس بالويع الا اللي يامسه. هو لما يقول لك بطنه يعوره يعني هو ما راح يطوعه نفسه بالعوار. لما يقول لك بطنه يعوره يعني بطنه يعوره، هو يحس مو انت تحس. بليز يعني انا امسك لي على جنب واقول له حبيبي يعني انت لازم تعرف انك لازم تفاول ماما على نفسك، اوكي؟ او حبيبي لما تحس انك اوكي قول لي، او لما تحس ان انت مالك خلق تروح المدرسه ماما لا تشذب، تروح للكذب، تعال ساسرني، قول لي ماما انا مالك خلق باكر وتسكر راح اخليك تطيب، بس انا وياك اصدقاء ما نكذب على بعض. يعني هذا الموضوع يخلي حق الياهل عجز مكتسب، يصير انسان عاجز، يفقد الثقه في نفسه ويشك في نفسه وما يدري اذا هو كلامه صح ولا لا، وحتى لما يحس بالم ما يعرف هو هذا الم ولا راح يروح. بعد كلمه ما فيك الا العافيه، ماما بطني عورني، لا لا عادي عادي ما فيك الا العافيه، يروح تكبر وتنسى. يجيك ياهل مثلا طايح او مطبوب، عادي ما يعور، عادي تكبر وتنسى حبيبي. زين هو يعور بالنسبه له، هو متالم، تصير عاده عنده. ايه قلت احنا لما ما نسمع صوتنا الداخلي وما نسمع حق الاطفال انهم يعبرون عن مشاعرهم بصدق، انه لا تبالغ ولا انت ريال لازم ما تبكي ولا لا عيب لا تقول فشلتنا ولا ما يصير كذي تسوي، ولا الطفل الداخلي راح يتناقص يعني، وانت ما تفقدين شعورك في نفسك، راح تضائلين، راح تصيرين ضئيله، راح يصير مالك حكي ومالك كلمه، ويصير الاهم رايهم وهم. ساعات وايده يا جماعه انت لما تحسين تحسين في موقف تقولي انا قارصني قلبي من هذه، او هذه انا ما ادري يعني هي مو مبينت لي هي شنو فيها، بس انا مو ماني مطمنه، بس ماني قادره اصيد عليها شيء، لان قبل كانوا يسكتونا ويغلطونا وياخذون قرارات نيابه عنا. احنا تعلمنا ان احنا ما نسمع صوتنا الداخلي ولا نعرف ولا نستخدم هذا الدليل، يقولون قلبي حاس بس ما نصدق مشاعرنا، ما نصدق احاسيسنا، ونحن ننطر الناس يقولون ان هذا صح وهذا غلط وهذا تسوينا وهذا ما تسوينا، مع ان بالاساس كل شيء هني قلبك هذا شغال. يعني يقول لك تكرار عمليه اكل قصبا عليك، اقص شعرك ما اقص شعرك، لبسي هذا اللون مو حلو عليك، هذا زين هذا مو زين، انت راح في يوم من الايام راح تصحين من النوم ما راح تعرفين نفسك. وهذا الطفل هي طبعا بالفطره، هذا الطفل ما راح يعرف نفسه، راح يكون كله مشتت، كله مدودي، كله طالع، كله معزول، ياخذ اراء الناس شنو توافق شنو ترضى. يعني كلمه ايه اللي ما يسال يشوف، مثلا كلمه اللي اسال مجرب ولا تسال طبيب، هذه قمه التوهان وقمه التيه اصلا، لان احنا قاعد نبني تجاربنا الحاليه اللي ب 2023 على تجارب ناس كانوا عايشين قبل 300 سنه. احنا ما ندري شنو جيناته، ما ندري شنو تفكيره، ما نعرف شنو الموضوع اللي نقال فيه هالمثل، يعني شنو تكمله المثل. يقولون فاحنا لازم هم يقولون، يعني احنا ما ادري فتحنا عين على الدنيا كانوا يقولون لنا كذي واحنا نسمع الكلام، فلان احنا نسمع الكلام لازم ننفذ وتطبق. لا مو اللي ما يسأل يتوب، هو مو اللي ما يسأل الناس يتوب، اللي ما يسأل نفسه يتوب. الحين بقول لكم على السريع كم سالفة أو كم قصة. فيقول لك إذا تنازلتي عن سلطتك تحت أي ظرف من الظروف في أي مرة من المرات، الاستجابة الصحية في هذا الموقف إنك تبدين تاخذينها مرة ثانية. تنازلتي قبل عن شيء، ردي خذيه الحين. هذا واحد. إذا كنت متعلمة قبل تقولين إي 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 إي، تعلمي تقولين لا بدون لا تغضبين الشخص اللي قدامك. لما واحدة ساعة قالت لي إنه واللي الشخص اللي شخصيته قوية والشخص اللي ما أدري شنو شلون تعامل معه، عادي قولي له لا ما أبي. إذا حاولت تتحكمين في الآخرين، في الناس الآخرين، بليز تخيلي إن أنت البنت وهي الأم وأنت كنت تبين تقصين شعرك، راح تسمحين؟ راح تستانسين؟ راح تفرحين؟ إذا كنت تبالغين في التعويض، يعني أقول لها لا، بعدين أقوم أفرد نفسي سجادة حق الشخص اللي عشان أنا أبرر ليش أنا قلت لا، أو أعطيهم إن أدفانس بديل حق كلمة لا مالتي. فبليز
وجهوا هذه المحبه حق نفسكم مو حق الشخص الثاني، عشان انتوا لانكم قلتوا لنا ما نبي نطلع معاكم تروح تجيبي لها ذبيحه وبعدين سنه قدام كل شيء تقول لك لا اي صح صح اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا، هذا المجهود خليه حق نفسك، علمي نفسك انها تكون مرنه انها تتعلم من تقول لا. البنيه اللي قالت لي ان انا لما احد يضايقني خلاص انا اسكر بابا وانهي خلاص ما اتكلم معه مره ثانيه، اسكر بابا وخلاص. حبيبتي لازم تعرفين ان اذا كنت تبتدين مع ناس جدد، احب اقول لك ان هذا الاسلوب هو اسلوب حق الناس المجروحين اللي هم يبتدون اي احد يغلط معانا يلا فنجر وانا ما انت ما تلزمني في حياتي وبعادك عني احسن من وجودك في حياتي الى ما اذا ذلك. هذا الشخص اللي يسوي كذي هذا شخص هو امه وابوه تصرفوا معاه في هذه الطريقه، فعنده بالنسبة له أنا كنت ياهل وصغيرة وتركوني، فأنا الحين أخاف لما أكون على علاقة جيدة مع أحد، فأحسن وسيلة حقي في هذه العلاقات الهبوط الحر، إني أنا أنحاش وأهبه وأقول له بالطقاق وأنا ما أبيك وأبتدي أسوي علاقة ثانية جديدة مع أي أحد ثاني، وهذا الأحد الثاني بعد فترة حصل بيني وبينه مشاكل أقوم أقطعه وأهده وأروح. فإذا كان هذا النمط في حياتكم وايد يا حبايبي تأكدوا أن أنتوا ناس ما عندكم حدود ولا وأنتوا كنتوا مجروحين من أبكم من أمكم وأبوكم، لأن أهما هذا أقوى شيء بالنسبة لكم، جرح الفقد أنتوا خايفين لأن أنتوا تتركون مرة ثانية وسب أمكم وأبوكم لما أهم جرحوكم لما هدوكم، فتقومون شو تسوون أنتوا اللي تبتدون بالترك. نتكلم الحين على السريع مع البنت أو مع في العلاقات اللي أنتوا اللي أنتوا وايد قريبين معاهم والناس اللي تحبونهم ويحبونكم، ساعات يلحون وتحسون أنهم يطلبون منكم أشياء أنتوا ما تبون تسوونها بس أنتوا مجبورين أنكم تسوونها لأن أنتوا لازم تسوونها. يقول لك إن في هذه الحالة أنت تقدرين تقولين حق الشخص اللي أنت إذا تتجاوزين عن حدودك إن أنا ترى بالعادة ما أسوي كذي وأنا هذا الشيء بالنسبة لي مرفوض، لكن أنا مستعدة هالمرة بس أسويه علشانك وهذه آخر مرة أول وآخر مرة. فيقول لك إن أنت وفي هذه الحالة لازم تدافعون عن حدودكم كأنكم تدافعون عن كنز. يعني تخيلي أنت قاعدة بالصحراء ولقيتي كنز، يعني كنز مال علي بابا والأربعين حرامي، ويو الحرامية بيأخذون منك هذا الكنز، راح ترضين تعطيهم إياه ولا راح تستذبحين عشان تحافظين على حدودك؟ فهذه هي الحدود، تحطين الحدود مع أحد أنت مو قاعدة تبعدين عنك، أنت قاعدة بس تسوين محادثة أمينة بينك وبينه، بحيث إنك أنت قاعدة تتكلمين عن نفسك أنت شنو تبين. فهو هذي في تكونين في حياة لما تكونين أنت في حياة ما فيها عاطفة زين، ما فيها عاطفة، تعلمتي تدربتي على أن أنت دائما مهملة ومنسية ومو محد يعني نظر لك في عين الاعتبار، راح دائما راح تخافين من العلاقات دائما، أنك حتى لما تتزوجين راح تنفصلين، لأن أنت بالنسبة لك أن هذا هو الأسلوب الآمن وهذه هي البيئة الآمنة اللي أنت تقدرين تعيشين من خلالها، ما تقدرين تعيشين في أي بيئة ثانية. مثلاً يقولون إحنا عندنا بيت وعندنا أزواج وعندنا وظيفة ونسافر ونروح ونرجع وعندنا كل شيء، بس إحنا ما ندري إيش، إحنا نحس إن إحنا ما أدري شنو فينا، متضايقين يعني مو مرتاحين. فبعضهم الناس يقولون مثلاً أنت بطران أو أنت بطرانة يعني، ولا كان ما حسيت بهالإحساس، هي لا هي بطرانة ولا بطيء. هذه إنسانة تكون أساساً، وهذا حصل حق الناس اللي كانوا عايشين في حياتي قبل أمهم وأبوهم كانوا منفصلين، تقول إن أنا أوكي عندي كل شيء بس أنا ما أحس بالحب، أنا ما أحس بالاحتواء، أنا ما أحس بالاهتمام. في وايد كلام يا بنات أنا ودي أنا أقوله في الكتاب بس أنا مضطرة إني أنا أسكر. أنا جداً سعيدة
جدا فرحانة في وجودكم. يلا أشوفكم على خير ومع ألف ألف سلامة. أتمنى أنكم استفدتوا وإن شاء الله تفيدوا الناس ثانيين. أحبكم وباي باي.